استعمال الماء أو الحجارة في الطهارة من الخارج من السبيلين. نعم، تطهير المكان. شنتبيت كتبت كما بغالا لشنتبيت ما تداجان بصوف بدينجا وين بغالا نجر من طريقة. استعمال الماء واضح سهل. بغا استنجا قلت نوم نجر من طريقة. استعمال المناديل. بطل بطل بس. أو الحجارة. وبدينجا. أو الأخشاب. وبنجت. أو الخرق. وبكدات. يشترط فيها أمور. أن تكون طاهرة لا نجسة، وألا تكون محترمة، يعني لا يمكن أن يتطهر بالمصاحف بكتب العلم بالجرائد، لأن الجرائد عندنا المكتوبة باللغة العربية لابد أن يكون فيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يوانا يدين متحف قرآن تتعفبت ويم جازتا فجازتا من التكما يجبان أجازت علي الله سنمي تعفبت وزق زي كستا. ولا يمكن أن أستعمل طعام الإنس أو طعام الجن أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن. يا سو مقبوات شلي تكما يجبان يا انساسا مقبوات شلي تكما يجبان. لابد من ثلاثة أحجار، من ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل، لأن لو أخذ هذا مثلا المنديل أو البلاستيك مسح في هذه المرأة من هنا، لو يمسح المرة الثانية استعمل شيء نجس. عندك يا بتان يا بس عندك زي ده جنا بقشاش وزون ده جنا تزور بيا بس بس اللي يقول بده يجيبه. إلا أن يكون الحجر كبير. تلك صار ولا بس. يعني يمسح مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا يصح. تلك كان يا زوازارة يا بس بس كذا. أقل المساحات ثلاثة، أقل شيء ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل. أنا استنى وصوت كذا ما بس هذا بس. حتى يطهر المحل. كيف نعرف أن المحل طهر؟ بأن يرجع المنديل ليس فيه أثر لا بول ولا غائط. إذا رجع المنديل أو الحجر فيه أثر بول أو غائط لابد يزيد. يا بسبتنا عبد سوشيو ويشنت ويا سجر عملك تتكالو جنا تتوهران كمر حتى ينقطع. استني قارط جرا. انقطع بخمسة أحجار. با أمست دينجار. انقطع الآن على وتر. انقطع بستة أحجار يستحب له أن يزيد السابع استحبابا حتى يقطع على عدد فردي وتري. بس دستو كتدالت سدست لي ما قوم يلبتهم سبع تنيا يجمر بوتر نجارس. لا يمس ذكر بيمينه. باك أن يجو ذكر لنا كي كبان. الأفضل الأولى أن يخفف أثر النجاسة قبل أن يستعمل اليد، لأن النجاسة الآن يحرم، لا يمكن أن تمس النجاسة بيدك إلا عند الضرورة هنا، فيمكن أن تخفف أثر النجاسة بهذا الرشاش بالماء أو باستعمال المناديل قبل أن تستعمل الماء، قبل أن تمس النجاسة بيدك. نعم. بجي نجاسة كمان كاتو بستفيد كتشالة قوشاشاو مجمّيا ما سوكد عدبت بتشالة إيهين تبتعيو تعطون اندينكو. اتقوا الله. الله أفو. علموا الناس. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخراء. يا الله ملاك تنيا استمرونا للصحابي الجليل رضي الله عنه. انديت ارغنش انتبيت بقوان دم من التكام.